الكفار يقول هذه الكلمة، وحقيقة كلمة حكمة من كافر. إحنا يجب أن نأخذ الحكمة ولو من فم الكافر. هو كافر بعيد عن الله، ولكن هذه كلمته كلمة حكمة. يقول هذا الكافر، يقول: ويل للمسلمين إذا لم يفهموا معنى الحج. هذا الشق الأول من كلام. وويل لنا إذا فهم المسلمون معنى الحج. إذا ما فهموا معنى الحج فويل لهم، وإذا حقيقة فهموا معنى الحج وعرفوا مغزى الحج فويل لنا، يعني للكفار. وويل لنا إذا فهم المسلمون معنى الحج. ذلك الرجل المعروف الذي كان له نفوذ كبير في تلك الدولة اللي ما كانت تغيب عنها الشمس، قال لمجلس العموم في ذلك البلد، قال: إحنا ما نتمكن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية، يمكن نجي نحتل بلادهم، ناخذ بلادهم، ولكن ما نتمكن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية ما دام عندهم شيئان. وهذه أيضا كلمة حكمة من كافر. إذا عدهم هذان الشيئان، إحنا ما نتمكن نثبت أقدامنا في بلادهم. الشيء الأول القرآن، وحقيقة الطاقة التي يبعثها القرآن في نفوس المسلمين، في نفوس المؤمنين، حقيقة طاقة عجيبة. ما عندهم شيء آخر. اقروا الإنجيل، هذا الإنجيل المحرف الموجود الآن، اسمعوا من الإذاعات أو اقروا كتاب من الكتب، فيها حكم، فيها مواعظ، وفيها تحريف أيضا. اقروا التوراة، اقروا كتاب البوذيين، عندهم كتاب، كتب فيها بعض المواعظ، بعض الأشياء، ولكن القرآن الكريم يبعث طاقة لا يوجد مثلها طاقة. يعني شنو طاقة؟ يعني واحد يقرأ القرآن يذهب في ليلة زواجه، في صبيحة ليلة زواجه يروح إلى ميدان المعركة ويقتل. أكو بعد أكثر من هذه الطاقة؟ أكو. هذه قمة التضحية، أن الإنسان يذهب في هذا الظرف ويقتل. هذه الطاقة يولدها القرآن الكريم، فحقيقة طاقة مهمة. هذا التاجر الذي يملك الملايين، القرآن الكريم إذا توجه إلى معناه يبعث طاقة. هذا شيء صعب، تعب على هذه الأموال، الليالي سهرها، الجهود، المعاناة، وإذا به يأتي دفعة واحدة. هذا التاجر اللي فد مرة قلنا لكم قصته، اللي كان يحاسب على الدهن الموجود في الخشبة، يقول: لا تستعمل خشبة جديدة، حتى مقدار عشر مثقال مثلا من الدهن هذا العود الجديد ليش شربه. هذا التاجر اللي هالشكل يفكر، القرآن الكريم يعطيه من الطاقة والمعنوية الهائلة، يأتي ويدفع خمس أمواله في سبيل الله. حقيقة هذه طاقة غريبة. فإذا المعنوية الموجودة في القرآن الكريم إذا نلتفت إليها، حقيقة معنوية هائلة، حقيقة لا يمكن للأجانب أن تستقر أقدامهم في البلاد الإسلامية إذا القرآن موجود عندهم. هذا واحد.
الشيء الثاني الحج. أنتوا إذا تلاحظون في الصور بالذات منظر الطواف حول الكعبة المشرفة، ملايين الناس، ألوف الناس، مئات الألوف يطوفون حول هذا البيت، حقيقة منظر عجيب لا نجده في دين آخر. يعني أنا ما أدري، أنا لم أجد فيما رأيت فيما قرأت دين من الأديان، مبدأ من المبادئ، حكومة من الحكومات، تكتل من التكتلات له هذا الشيء الهائل. يعني واحد كافر عندما يشوف هذا المنظر حقيقة يصيبه بالرهبة. منظر الطواف شوفوه حول الكعبة، روحوا اقعدوا عند الكعبة ولاحظوا هذا المنظر، حقيقة منظر عجيب لا يملكه دين آخر ولا تملكه جهة ثانية. يقول: ما دام هذان الشيئان الحج والقرآن موجودان عند المسلمين فلن نستطيع أن نثبت أقدامنا في البلاد الإسلامية.